اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. موقع اخباري يتحدث عن مدينه يمنيه الشمس مصدرها الوحيد للحصول على الضوء. وموقع اخباري في العاصمه المؤقته يتساءل من منع علي سالم البيض من العوده الى عدن. وفي أخبارنا المنوعة، ملايين الدولارات تعويض لمواطن أمريكي قضى 40 عاما في السجن ظلما. لا فرق بين ليل صنعاء قبل 60 سنة وبينها اليوم، فالظلام هو ما يخيم عليها، وعناصر الميليشيا الذين غيروا رداءهم هم من يسير في شوارعها. ووفقا لموقع الصحوانت، صنعاء تغرق في ظلم وظلام الحوثي، والشمس مصدر الضوء الوحيد. وللعام الرابع على التوالي يعيش سكان العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ظلاما دامسا جراء انقطاع التيار الكهربائي بفعل الحرب التي شنها الحوثيون على عدد من مناطق اليمن. وتعد المناطق التي تخضع لسيطرتهم أكثر تضررا من انقطاع الكهرباء منذ انقلابهم. بات هذا السؤال هو الأكثر طرحا في صنعاء، خصوصا مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي بلا أفق للحل. يقول أحد المواطنين للصحوانت: العائق الوحيد أمام تشغيل محطات الكهرباء هو هروب الحوثيين من تحمل المسؤولية، لأن تشغيل المحطات يحتاج إلى دعم حكومي لشراء الوقود، وهو ما لا يريدونه، فهم يجيرون أكبر قدر ممكن من الأموال للحرب. يفيد: لا تزال حتى اللحظة أكثر من نصف مناطق اليمن من دون كهرباء، بينما تعيش مدينة مثل صنعاء أزمة انقطاع كهرباء مستمرة، وتكاد تكون الكهرباء الحكومية منعدمة، حيث يعيش الناس والمعامل على الكهرباء الاستثمارية الخاصة، وهذا يزيد عبء المواطن الذي لا يملك مصدرا للضوء غير الشمس. ربيعنا اليمني ليس مستحيلا، تحت هذا العنوان كتب محمد الصهباني مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا: يقول ميكيافيلي: الطغاة الذين يستولون على الدولة بالعنف والطرق غير المشروعة الأخرى وحدهم الخطرون على الدولة والشعب. يؤكد ما نعيشه في اليمن منذ 11 من فبراير أن هذا العنف تقف خلفه بعض من دول الخليج بكامل إمكاناتها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلد للحيلولة دون تحقيق انتصارات تحرزها الشرعية، لما من شأنه شيطنة كل من آمن بالتغيير وليس ذلك خافيا على لبيب. ومن ذا يستطيع التستر على كل أجندة دولة الإمارات في الجنوب وبقية محافظات الجمهورية ورعايتها للفوضى ولجرائم القتل هناك، ودعمها كيانات مناهضة للشرعية ومساندتها أجنحة النظام السابق في سبيل إعادة الماضي الأسود. دول الخليج وخصوصا الإمارات والسعودية لن تسمح بيمن مستقر تحكمه مراكز قوى من خارج دائرة جغرافية الهضبة الزيدية، سيما وأن هذه القوى ظلت سنوات ولا تزال أدوات للسعودية تعمل على بقاء البلد محقا على مستوى شامل من التخلف والأمية طال الزمن أو قصر. ستجدون اليمن بهذا المآل ما لم نقاوم الوصاية السعودية والتدخلات الإماراتية التي تتماهى حتى اليوم مع الانقلابيين على الشرعية في الداخل اليمني. لا يمكن بأي حال أن يظل اليمنيون عبيدا لوصاية الدول الأخرى كشعب عربي عريق. هذا الشعب لم ولن يقبل بعد اليوم بعبودية الآمر الآخر، ما دام في القلب نبض الولاء للوطن وفي العينين احمرار الغضب اليماني الرافض كل أشكال الارتهان. فإذا كان الانفجار العظيم المتمثل بالحادي عشر من فبراير 2011 أفضى إلى مؤامرة بعض دول الخليج، فإن ذلك ليس نهاية دفن ربيع حلمنا اليمني، بل استعداد لغضب شعبي ثوري أعظم. ومهما تآمر المتآمرون والطغاة وعبيد مراكز القوى ومرتزقتها على إجهاض حلم ربيع المستقبل، فمحال أن يتخلى الربيعيون اليمنيون عن ثورة 11 من فبراير، إذ أن الوصول إلى المستحيل ليس مستحيلا ولن يشيع فجره من دون تضحيات. وهيهات منا الخيانة لدماء شباب الثورة السلمية.
صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تحاول معرفة الأسباب الحقيقية وراء تخلي الكثير من الطلاب عن تعليمهم ومغادرة مدارسهم، وعنونت الصحيفة أسباب عدة وراء عزوف وانقطاع الطلاب عن التعليم الأساسي. وطبقا لتقرير الصحيفة فإن الفقر يعتبر من أبرز دوافع ترك التعليم عند كثير من الطلاب، الذهاب لجبهات القتال هو السبب الثاني وفقا للأيام، فهناك كثيرون ذهبوا إلى جبهات القتال لضمان الحصول على وظيفة حكومية ومصدر دخل بعد أن فقدوا الأمل في نتائج التعليم. وقال أحد الذين تخلوا عن تعليمهم إنه بالكاد واصلت دراسة حتى الصف الثامن واضطررت للتوقف بسبب الظروف المعيشية الصعبة، بالإضافة إلى تعقيدات المنهج الدراسي وغياب التشجيع من قبل المعلمين والإدارة. ويقول أحد الملتحقين بسوق العمل لم تكن لدي رغبة في مواصلة التعليم على الرغم من إصرار والدي على الاستمرار في التعليم، لكني فضلت البحث عن عمل أستطيع من خلاله المشاركة في توفير لقمة العيش لي ولأسرتي. في سؤال هام متعلق بالقيادات الجنوبية التي غادرت البلاد إبان حكم صالح ولم تعد حتى الآن، يعنون موقع عدن الغد: من منع علي سالم البيض من العودة إلى الجنوب؟ وقال الموقع في تقرير خاص: لطالما حلم الرئيس علي سالم البيض كما يصفه الموقع أن يعود إلى أرض الجنوب ليحكمها من داخل أراضيها بعد أن أجبرته متغيرات اتفاق الوحدة اليابانية للخروج إلى سلطنة عمان التي مكث فيها قرابة 13 عاماً. ويرى الموقع أن الانتفاضة في مدن جنوبية أجبرت على علي سالم البيض الانتقال من سلطنة عمان إلى لبنان، وأعلن حينها انضمامه لثورة المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية. ووعد البيض في إحدى تصريحاته بأنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه إلى عدن وأنه سيسلم راية القيادة للأجيال القادمة. يواصل التقرير: عاد الجنوب إلا أن البيض مكث في رحلته الأخيرة في دولة الإمارات وظل في مكانه ولم يعد إلى أرضه التي لطالما تغنى بها وتمنى بالعودة إليها. أشار سياسيون إلى أن صمت علي سالم البيض على ما يحدث في من صراع للمكونات الجنوبية وتلقي عيدروس الزبيدي دعم من دول في التحالف العربي أنه يأتي بسبب اختلاف التوجه السياسي للبيض ومعارضته لوجود التحالف في اليمن ككل شماله وجنوبه. الحل يبدأ من إيمان الشرعية بذاتها، هذا ما يؤكده خالد العلواني في مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين. تعول الشرعية اليمنية على مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حل سحري للأزمة في اليمن وإنهاء الانقلاب، متغافلة عن حقيقتين كلاهما في غاية الأهمية. أولها أن الشرعية التي لا تتفانى في فرض هيبتها وحضورها في أرض الواقع ووجدان الناس عبر احتكار القوة وإقامة نموذج جاذب للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لن تكون حرية بالتمكين والتوسع والنماء. وثانيها أن المجتمع الدولي ليس الأم تريزا، وإنما هو مجموعة دول كبرى لها رؤيتها ومخططاتها، وهي تسعى لخدمة مصالحها وتمرير مشاريعها من خلال توظيف الأزمات والتفاعل معها وفقاً لحساباتها. علينا أن نعترف أولاً أنه لولا عجز قيادة الشرعية وتواكلها وترهل النخب السياسية وتآكلها ومراوحة القيادات العسكرية وحيرتها لما وجدت الدول الباحثة عن مصالحها الآثمة فرصة للتواجد والتأثير الحاد على قراراتنا وإرادتنا الوطنية الجمعية. إن الحل يبدأ من إيمان الشرعية بذاتها وسعيها القوي لفرض إرادتها وترجمة طموح الشعب في الأمن والحرية والحياة الكريمة، وإن رافعة الجيش المسنودة بقوات التحالف العربي قادرة على التمكين للشرعية في حال قررت الشرعية الاعتماد عليها والالتحام بالشعب وملأ الفراغ الذي يتمدد فيه شيطان الميليشيات والعناصر الخارجة عن القانون، وساعتها لن يجد الوصوليون نافذة لدس أنوفهم في شؤوننا الداخلية. تعتمد عائلات يمنية كثيرة على الحوالات المالية التي يرسلها الأقارب المغتربون من دول مختلفة، لا سيما وأن العديد من المواطنين خسروا أعمالهم أو توقفت مرتباتهم مع الحرب الدائرة في البلاد. وتعنون صحيفة العرب الجديد: المغتربون ينقذون اليمن.
وتقول امرأة من المحويت وهي أم لثلاثة أبناء أنهم منذ انقطاع راتب زوجها الموظف في إحدى المدارس الحكومية قبل أكثر من عامين بات يرسل شقيقها المغترب في السعودية مبلغا شهريا للأسرة. تضيف للصحيفة أن المبلغ الذي يرسله شقيقها يعد مصدر الدخل الوحيد للأسرة، خصوصا أن زوجها لم يتمكن من إيجاد عمل يستطيع من خلاله توفير متطلبات الحياة. وتفيد المرأة أنه لولا المبلغ الشهري الذي أحصل عليه من شقيقي لكان الوضع أكثر سوءا، وربما لكنا لجأنا إلى التسول وأخرجنا أولادنا من المدارس أو متنا جوعا. أما عبد الهادي الذماري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تكفل بدفع رسوم المدارس الخاصة التي يدرس فيها أفراد أسرته كاملة. يقول للعرب الجديد: توقفت العملية التعليمية في منطقتنا في اليمن بسبب الحرب الطاحنة منذ سنوات، وكان من الصعب أن أرى أطفال الأسرة بلا تعليم، وهذا يعني أن الجيل المقبل من الأسرة لن يتعلم، ما دفعني إلى تحمل مسؤولية تعليمهم في مدارس خاصة ودفع رسوم التعليم لأحد عشر فردا في العائلة. الصحف الفرنسية كالعادة مهتمة بالشأن اليمني، ففي تقرير لها ترجم خصيصا لقناة بلقيس نقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش قوله إن الأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى مستودعات الحبوب بالقرب من خط المواجهات في الحديدة غربي اليمن للمرة الأولى منذ سبتمبر. غوتيريش أضاف في مؤتمر للمانحين من أجل اليمن عقد في جنيف: تلقيت للتو أخبارا سارة، أخيرا تمكنا من الوصول إلى مستودعات مطاحن البحر الأحمر. المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفي فيرهوسيل قال لوكالة فرانس بريس إنها مهمة تقييم، فاليوم وللمرة الأولى منذ سبتمبر تمكن فريق برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى موقع مطاحن البحر الأحمر، حيث يوجد 51 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام أكثر من 3,700,000 شخص لمدة شهر. وأضاف: لم تصلنا بعد النتائج الفنية لهذا التقييم، ونأمل في إعادة استخدام هذا الموقع في أقرب وقت ممكن. ففي مؤتمر المانحين لليمن الذي أقيم أمس في جنيف، طلبت الأمم المتحدة حوالي 4,200,000,000 دولار لمساعدة 21,400,000 شخص هذا العام. وفي المؤتمر قال أنتونيو غوتيريش أمام دبلوماسيين: هناك تقرير موثوق به يشير إلى أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين ماتوا بسبب الجوع قد تجاوز 80,000. إيران دفع باب مفتوح، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في الغد، مضيفا في فقرات من المقال: 40 عاما مرت على الثورة الإسلامية الإيرانية هذا الشهر، وسال الكثير من الحبر في تحليل ما حدث خلال هذه الفترة بسببها في الإقليم والعالم، وربما نكون نحن أكبر المعنيين بتحليل هذه الفترة بوصفنا أكثر المتأثرين. ويعني التحليل العقلاني التخلص من الخطاب الحربي المتعصب وتوخي الموضوعية، وتقتضي الموضوعية أنك قبل أن تتحدث عن عدوانية المنافس وتقدمه على حسابك يجب أن تبحث في مواطن القصور لديك والتي أتاحت لمنافسيك التغلب عليك أو إقلاقك كثيراً على الأقل. إحدى التحليلات التي تتناول المنافسة العربية الإيرانية على هذا النحو هو ما نشرته مجلة الإيكونوميست في وقت سابق من هذا الشهر. ومع أن التحليل ليس معجباً بإيران الثيوقراطية، فإنه يرى محقاً كما أتصور أن إيران لم يكن مقدراً لها سلفاً أن تصبح مهيمناً إقليمياً، وإنما ساعدها منافسوها على ذلك. لقد وجدت إيران باباً مفتوحاً كما يذهب التحليل، والذي دفعته لتدخل فحسب. ويبدو من المعقول تماماً أن يبحث العرب عن الأسباب التي جعلت بيتهم مفتوح الباب، ويجتهد كي يؤمنوه قبل الشكوى من عدوانية الآخرين. وفي الحقيقة ليست إيران هي القوة الوحيدة في الإقليم وخارجه التي تدخل بسهولة من النوافذ والأبواب الكثيرة المفتوحة في العالم العربي. عندما قامت الثورة الإيرانية في العام 1979، استقبل العرب العاديون تلك الثورة بالتفاؤل، فقد عانت لهم من جهة إمكانية الإطاحة بنظام ديكتاتوري موال لأمريكا والغرب، ورأوا من جهة أخرى ما يروق لعواطفهم الدينية في إسلامية الثورة. بعدما قضى 39 عاما في السجن بسبب جريمة قتل لم يقترفها، حصل أمريكيون على تعويض قدره 21 مليون دولار من مدينة سيمي فالي بموجب تسوية.
الرجل عانق الحرية عام 2017 وكان يصر مرارا وتكرارا على براءته من جريمة القتل، وعنون موقع الدي دبليو في صفحته الرئيسية: بعد قضائه نحو 4 عقود في السجن ظلما، تعويض لأمريكي بالملايين. قال مسؤولون إن رجلا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدين خطأ بقتل صديقته السابقة وابنها قبل نحو 40 عاما، وصدر بحق كريك كولي 71 عام حكم بالسجن مدى الحياة. وصر المتهم مرارا وتكرارا على أنه بريء وحصل على عفو في عام 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيري براون، بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووي لصالحه. وقال رئيس بلدية سيمي فالي في بيان: رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولي بأي أموال، فإن تسوية هذه القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام به له ولمجتمعنا. حادثة غريبة شهدتها ملاعب كرة القدم حين رفض حارس نادي تشيلسي الإنجليزي مغادرة الملعب عقب تغييره من مدربه الإيطالي مارو يوتسي ساري. وحول عقوبة النادي لهذا اللاعب، كتبت صحيفة البيان أن النادي عاقب حارسه الإسباني كيبا أرسابالغا بخصم أسبوع من راتبه. أما قيمة العقوبة بالأرقام فبلغت نحو 250 ألف دولار أمريكي، وسيتم تحويلها لمؤسسة النادي بحسب ما أوضح تشيلسي. المدرب ساري قال في وقت سابق: كيبا اعتذر مني ومن زملائه ومن النادي، الأمر متروك للنادي إذا أراد معاقبته وفقا للقواعد، لكن المسألة مغلقة بالنسبة إلي. وكان كيبا أكد أنه يكن احتراما كاملا لساري، ولم يخالف تعليماته عندما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل الأرجنتيني ويلي كابيبارو. فيما كشف المدرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن ما حصل كان سوء تفاهم. وأضاف كيبا: ظن المدرب بأنني غير قادر على متابعة اللعب، وكانت نيتي القول له بأني في حالة جيدة للاستمرار في مساعدة الفريق في الوقت الذي وصل فيه الأطباء لنقل الرسالة إلى الجهاز الفني. اللحظات التي توثقها عدسات الكاميرا لا تموت، فكيف إذا كانت بعدسة مصورين محترفين ومنشورة في الديلي تيليغراف البريطانية؟ جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع بعض من الصور المنشورة هناك. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. كونوا بخير.